متابعين الحلوين متابعين عمو علوش، اليوم انا جبتكم بتحدى لعبة حلوة كتير، تركيز لعبة سوبر جيم. هاي اللعبة كتير كتير حلوة كهربائية تضرب تعمل. انا اليوم معايا انا عمو علوش ومعايا الامور محمد. واو محمد معايا الامورة إلين. ومحمد راح يتحدوا بعض في لعبة التركيز. راح يمرر الحديدة من بين الحدايد واشوف مين بدوش اي غلطة، مين بدوش يغلط، ونشوف كم من غلطة بدك تغلط فيها. هي غلطتين يعني انا هاللي مررتها بغلطتين ولسه مش عارف في غلط ولا لا. واو واو انا عملت غلطتين بس. واو شفتوا كيف اللعبة؟ هلا انتوا زي ما عرفتوا اللعبة، مين بده يلعب الأول؟ محمد ولا إلي؟ أنا لا 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 هنعمل حجرة ورقة مقص، لا حجرة ورقة مقص. المقص قطع الورقة، إلي بالأول، إلي راح تلعب اللعبة بتركيز وبتأني وبالراحة، لأنه لعبة لعبة تركيز. يلا محمد عديها للثلاثة، واحد اثنين جو. براحتك يا إلين تستعجليش. طبعا هذه من مبادرة جمعية فرح مركز تصير صدمة نفسية، كتير حكينا انه في الالعاب ممكن نلعبها داخل البيت ونكون غلطة ونكون مميزين وحلوين. طبعا كتير اي غلطتين على صفحة مركز تصير صدمة نفسية ومبادرة جمعية فرح حكينا انه فيها العاب حلوة، وتابعونا على الصفحة راح تشوفوا الالعاب. ثلاث غلطات، براحتك يا بابا تستعجليش براحتك. أربع غلطات. واو إلين عملتها بأربع غلطات. أنا هلأ بدي أشوف إنه محمد بده يعملها أقل ولا لا. طبعا في كثير ألعاب حكينا عنها في مركز مؤسسة الصدمة النفسية ومبادرة شبكة فرح، ألعاب تركيز، ألعاب تسالي، ألعاب حلوة، تحديات، كل هدفها إنه إحنا نستفيد من وقتنا داخل البيت عشان ما نتابع أغلبية وقتنا على الموبايل وعلى الايباد. لا يعني بنستفيد من وقتنا في التحديات والدراسه وقراءه القصص، لكن هاي تحدي حلو ممكن نلعب في البيت ونشوف حلو. سوبر جيمز محمد، واحد اثنين جو. طبعا العابنا كتير حلوه مميزه. غلطه محمد كتير بيحب التركيز لكن هو توتر انه ايه غلطتين، يعني اللي قاعد تدعي عليك لكن انت حاول تركز عشان انه تكون حلو. غلطتين براحتك براحتك تست... ايوه ايوه شطور خالو حبيبي قلبي لين فاز عليك محمد. واو كان تحدي بين إلين ومحمد حلو حلو كتير. تعيدوه كمان مره ولا شو؟ تجربي كمان مره يا إلين؟ ايه ممكن انه احنا نتابع ونبين لكل الناس وكل الاطفال انه مش لازم انه انا اخسر ولا انت تربح، لا احنا بدنا نتسلى عشان يكون عندنا تركيز عالي والهوايه تبعتنا تكون حلوه ونستفيد من كل وقتنا. طبعا يا إلين راح انت تعيد، محمد عنده غلطتين، انت عندك اربع غلطات، نشوف إلين بدها تعيد. يلا واحد اثنين جو. براحتك براحتك. غلطه شايفك محمد انا كنت بديش احسبها. براحتك اوبا مشت الربع. طبعا كتير 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 مبادره جمعيه فرح ومركز مستوى الصدمه النفسيه غلطتين. حكينا انه في العاب حلوه ممكن نستفيد منها، ممكن نستفيد من وقتنا في كل شيء داخل البيت عشان انه احنا نكون مميزين حلوين. ثلاثه ثنتين ثلاثه صاروا اربعه ثنتين اربعه يا علو اربعه اربعه ماشي اربعه أربعة 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 غلطات إلين أربعة غلطات. محمد بده يعيد ونشوف مين بده يفوز، محمد ولا إلين؟ استنى شوي هي واحد بداية يعني شو بدي أحط؟ واحد اثنين جو. واحد ثلاثة اثنين ثلاثة براحتك عشان تفوزش فوزي. طبعا كان معانا محمد ربحان، لكن احنا ما بنلحقش انه مين يربح ومين يخسر، احنا بنحب نستفيد من وقتنا نلعب مع بعض ونتسلى نتسلى يا خالو ونكون حلوين مميزين. طبعا انا معاكم عمو علوش
ومحمد وليم، بنقول لكم استفيدوا من وقتهم في البيت في الدراسة، في متابعة القصص، في متابعة الدروس. ما نبعد ان احنا دائما نحط جوالنا عينينا في الايباد او في الموبايل او في الجوال، ودانا نتعب نتعب ونصير في واو في عينها. لا، احنا ندرس شوية، نلعب شوية، نتسلى شوية، نقرأ قصص شوية، نحفظ قرآن شوية، وبنكون احنا هيك اطفال مميزين وحلوين، صح ولا لا؟ صح. كنا بنحب نقول للمتابعين حلوين. فرصة سعيدة وباي.